هذا عمره 15 يوم، كيف بده يعيش بهالجو هون؟ صار علينا قصف طيران وقصف مدفعية وشلنا أغراضنا بالليل وجينا كل واحد شال شوية صياخ حديد وصياخ من البقايا الهدم اللي صار على أسطحها، جبنا الحديد وصرنا نبني خيام. ضاعتي اللي جبتها وزتيتها هون، بدنا بحاجة لخيم، يعني وضع المخيم مأساوي مأساوي جدا جدا، بدنا مي، بدنا فرش له المخيم. الخيام عالم عم تعمل سياخ وتحطها، يعني عانينا معاناة كبيرة أيام التلج أيام المطار. يعني احنا مفترشين الأرض عم نوزع عند أهل الخير، كل واحد نحط ولدين وثلاثة. صار لنا يا جار ما حد طلع علينا خالص، ليش؟ حرام، الله احسن شيء.